إذن أوجدنا طول الضلع ألف ب، طلع معي 5 سنتيمتر. الآن طالب مني المطلوب الثاني، طالب مني أوجد جتا الألف. جتا الألف حسب القانون هي تحكي لي المجاور على المتر. المجاور طلعناه من المطلوب الأول، طلع معي 5 سنتيمتر. وتري في هذا المثلث 13 سنتيمتر. بكتب القانون بطبق عليه بشكل مباشر. جتا الألف المجاور على الوتر، مجاوري ألف باء على ألف جيم، وبالتالي 5 على 13 سنتيمتر. الآن المطلوب الرابع، الثالث، جتا الجيم. جتا الجيم على القانون بشكل مباشر، ننظر للزاوية جيم، جتاها المجاور على الوتر، مجاور 12 سنتيمتر وهو باء جيم على وتري وهو 13. نكتب القانون ونطبق عليه. جتا الجيم المجاور على الوتر باء جيم على ألف جيم وهي 12 على 13 سنتيمتر. المطلوب الرابع وهو جيب الألف. جيب الألف حسب الدرس السابق، هذه زاوية وهي زاوية حادة. حسب الدرس السابق الجيب هو عبارة عن المقابل على الوتر وليس المجاور، مقابل باء جيم على وتري ألف جيم. إذا نكتب القانون ونطبق عليه بشكل مباشر، جيب الألف عبارة عن مقابل على الوتر باء جيم على ألف جيم وهي 12 على 13 سنتيمتر. آخر شيء طالب مني في هذا السؤال أوجد جيب الزاوية جيم. برضو حسب القانون الدرس السابق قانوني كان بيحكي لي بأنه جيب الزاوية جيم هي المقابل وليس المجاور، هذا المقابل لإلها على وتري. مقابلي هو عبارة عن ألف باء والوتر هو عبارة عن ألف جيم، بالتالي بكتب القانون بطبق عليه أيضا بشكل مباشر. جيب جيم المقابل على الوتر وهو ألف باء على ألف جيم 5 على 13 سنتيمتر. طبعا هيك بنكون أنهينا هذا الدرس، ومكلفين الطلاب بتدريبات وتمارين ومسائل لهذا الدرس. إذا في هناك أي سؤال إن شاء الله يعني التواصل